في بهجة الأعياد معا معا نلعب معا نلعب ولا نتعب. أبحث عن ألوان للروض والزهر لفرحة العيد، أبحث عن ألحان للطير والنهر خضر الأناشيد، أبحث عن إنسان يعيش في قلبي، أبحث عن إنسان يسير في دربي. مرحبا، إنه أمرن أصابعي لكي أدهش سمر ببعض الأعمال، أعمال الخفة، لهذا أمرن أصابع اليد، الإبهام والسبابة الوسطى، الخنصر والبنصر الذين يقومون بأعمال الخفة يمارنون ويقومون بتمارين يومية لأصابع اليد، لهذا سأتمرن أيضا لكي أتمكن من القيام بأعمال الخفة بكل رشاقة وبكل سهولة. مرحبا. مرحبا سمر. ماذا تفعل حكمة تعد أصابع اليد؟ نعم انظري سمر، قطع نقود. نعم. ثم كيس ورق. وماذا ستفعل بالنقود وبكيس الورق؟ سأقوم سمر بعض الألعاب المسلية، ألعاب خفة. انتبهوا، انظري جيدا سمر. كيس ورق. قطعة نقود. سأرمي قطعة النقود عاليا والتقطها بكيس الورق بكل سهولة. واحد، اثنان، ثلاثة. كيف فعلت هذا حكمة؟ تريدين معرفة الطريقة سمر؟ نعم. احضري كيس ورق فارغ وتشرح لي الطريقة؟ نعم. انتوا ايضا بتحبوا تعرفوا الطريقة، انتبهوا جيدا. بحاجة لكيس ورق فارغ ولقطعتين نقود. كيس الورق الفارغ نطويه بهذا الشكل من الأعلى، بهذا الشكل نطوي كيس الورق، ثم نضع قطعة النقود بهذا الشكل داخل الطية ونلتقطها بهذا الشكل، ثم نأتي بقطعة نقود أخرى ونوهم المشاهدين بأننا سنرميها عاليا، ولكن يمكننا أن نرميها بعيدا أو أن تبقى في يدنا اليمنى. إذن هكذا نرمي قطعة النقود عاليا، ثم هنا نترك القطعة فتسقط في الكيس. طريقة حلوة. حكمة، هذا كيس ورق. سمر، غدا سأشرح لك الطريقة. حسنا، أنا أحب أن أتفرج على ألعاب الخفة. ملاحظين هالكلب ما أجمله؟ جميل جدا. سأقوم بتحويل هذا الكلب إلى فتاة صغيرة جميلة. جاهزين؟ غمضوا عينيكم
واحد اثنان ثلاثة. الكلب الجميل أصبح فتاة جميلة. مرة أخرى، الفتاة ستنقلب إلى كلب صغير. غمضوا عينيكم مرة تانية، واحد اثنان ثلاثة. شرم برم شرم برم. حابين تصنعوا مثل هاللعبة الحلوة تتسلوا فيها مع أصدقائكم وتقوموا بأعمال خفية، جاهزين؟ طريقة سهلة. مثلا فيكم تصنعوا من كرات وجوه، وجه كلب، وجه قطة. عندي وجه رجل بحاجة لوجه مرأة من ورق المقوى أو الكرتون، هذا الشكل مخروطي. سوف أصنع وجه امرأة. العينين، قماش اللباد، العينين، ثم الفم. ثم الخدود الحمراء. المزيد من التلصيق. امرأة جميلة. خدود حمراء. ماذا ينقص أيضا؟ صح، الشعر. بواسطة خيطان الصوف نضع عدد كبير من خيطان الصوف، ثم بواسطة خيط واحد في الوسط نجمع الشعر وعقدة بسيطة ونلصق الشعر بهذه الطريقة أيضا. بشكل جيد على رأس المرأة. ونضع لها أيضا عقدة جميلة. ولكي تنشف انتظر قليلا. مرحبا. كمان جميلة. أصبح لدينا رجل، رجل وامرأة، رجل وامرأة. ثم بحاجة أيضا إلى قطعتي قماش. نقص القماش بشكل مستدير. قطعتي قماش من شكل، من نفس الشكل ولكن بألوان مختلفة. ونضع القطعة الأولى بهذا الشكل، ثم الوجه دائما إلى الخارج هكذا. وسط، لكي نعرف الوسط وننسق قطعتي القماش ببعضها البعض نضع أيضا التلصيق هنا. ستلتصق قطعتي القماش ببعضها من الوسط. وجه القطعة الأولى وواجه القطعة الثانية. ثم أيضا نضع المزيد من التلصيق على الوجه الأول. قطعة القماش أيضا قليلا من التلصيق للرجل. نلصق الرجل بهذا الشكل ونقلب قطعتي القماش. ثم أيضا من الناحية الثانية نضع تلصيق
وجه الرجل هنا، هذا هو وجه الرجل، وجه الامرأة. ننتظر قليلا لكي تنشف. لدينا امرأة جميلة ترتدي ثوب مزركش ملون. إذن نوهم الأصدقاء بأننا نقول بأعمال خفة، فنقول بعض الكلمات شرم برم ونقلب هكذا. أصبح لدينا الرجل شرم برم، امرأة جميلة صلعة. نضع لها مرة أخرى الشعر، يجب أن ننتظر حتى تلتصق. لعبة مسلية نقوم بها مع صديقات والأصدقاء والرفاق في المنزل. والآن جاء دور لكي نلتقي بأصدقائنا بول وبيل. شرم برم. أننا سننجح يا بول؟ طبعاً، لقد درست القسم الأول من كتاب التاريخ وأنا أعرف الأجوبة عن ظهر قلبي. وأنا أعرف القسم الثاني من الكتاب، ولكن كيف نستطيع أن نمرر الأجوبة يا بول؟ لا تهتم يا بوف، لقد فكرت بكل شيء، انظر. إني مضطرب، مزعوج جداً. اهدأ يا بوف، لقد تمرنت أنا وبيل طوال الليلة الماضية وهو يعرف وظيفته، أليس كذلك يا بيل؟ أجل، ولكنني مضطرب جدا. اليوم كما هو معلوم امتحان في التاريخ، خذوا ورقة بيضاء واكتبوا أسماءكم عليها. كم أنا خائف. السؤال الأول، في أي سنة حصلت معركة مارينجو؟ سكوت. هيا يا بيل. ألف وثمانمائة فقط. بول انتبه. لقد قلت لك. قلت سكوت. السؤال الثاني، في أي سنة وأين وقعت معركة واترلو؟ لا أريد أن أسمع أحداً يتنفس أو يفكر، مفهوم؟ ألف وثمانمائة وخمسة عشر واترلو. السؤال الثالث، تاريخ معركة مارينيا. يا أستاذ بوف، ما معنى كل هذه الضجة من فضلك؟ أنا يا أستاذ؟ لا شيء يا أستاذ، لا شيء. افتح حقيبتك يا أستاذ بوف، هيا. حسناً يا أستاذ، انظر، ليس هناك أي شيء، هل أقوم بشيء آخر أستاذ؟ حسناً، جيد، عد إلى مكانك. ماذا اكتشف كريستوف كولومبوس في أواخر القرن الخامس عشر؟
اكتشف الحلوى بالشوكولا. الغش ممنوع منعا باتا. اذا قلت كلمة واحدة ستأخذ صفرا، فهمت؟ فهمت علي؟ لدينا تلميذ جديد في الصف يروح ويجيء بين طاولة وأخرى. أحب أن أرى الأوراق التي ينقلها لنرى. إذن هيا هيا من فضلكم، هيا أني أنتظر. الرسالة الأولى: من هو كريستوف كولومبوس؟ لست أدري. الرسالة الثانية: لا تريد أن تقول لي؟ ألم أقل لك إني لا أعرف؟ كاذب، أنت الكاذب. ثم لدينا لائحة من نعت وإهانات مميزة: مغفل، غبي، أحمق، أبله، حمار، ومرادفات جديدة ولكن لا مكان لها في صف تاريخ. إذن لابد بي أن أعاقبكم. أجل، سأعاقبكم. ها بول، ولكن ماذا سنأخذ معنا إلى البيت؟ ها كم إني خائف. السبب كلبك الذي لا يتوقف عن مضايقتي. لو أنه لم يفضحنا يا بول. اتركه يا بوف، لقد أخذ عقابه أيضا. من الأشياء اللي بيستعملها الفنان بالسيرك القبعة السوداء، ويستعمل أيضا العصا، نقود وكيس من الورق. استعمل أيضا حبال ومحارم ملونة، محارم عديدة ملونة، وغيرها وغيرها من الأشياء. بالقصة اليوم شرم برم، تكلم يا حكمة. ارتفع صوت المذيع في السير معلنا: والآن سيداتي، أنساتي، سادتي، نقدم لكم الرجل الذي أدهش ملايين الناس في مختلف أنحاء العالم. وتقدم من وسط الحلبة رجل نحيل القوام طويل القامة، يرتدي ثيابا سوداء، فحي الجماهير بانحناءة كبيرة، ثم أشار بيده فحملت إليه فتاة جميلة طاولة فوضعتها أمامه وفتحها، ثم خلع قبعته ووضعها أمامه على الطاولة، ثم أخرج أستاذ كندوس من صندوق صغير متصل بالطاولة أرنبا أبيض اللون، أدخله في القبعة وغطاها بقطعة قماش حمراء اللون، وحرك العصا، ثم قطعة القماش ورفع القبعة وقلبه، فإذا بالأرنب الصغير قد اختفى. تعال التصفيق أيضا. ثم أخذ الأستاذ كندوس كرة صغيرة بيضاء ووضعها في فمه، اختفت الكرة وما هي إلى لحظة، حتى مد يده إلى أذنه فظهرت في يده
الكرة البيضاء مرة ثانية، ثم عاد فمد يده إلى أذنه ثانية وضع كرة أخرى، ثم إلى أنفه فظهرت كرة ثالثة، فصفق الناس معجبين متعجبين. عاد المتفرجون إلى بيوتهم، وكان بينهم ولد صغير يدعى حازم. دهشته ألعاب المشعوذ كندوس، وظل يفكر بها طوال الليل. وفي اليوم التالي جمع حازم إخوته وأولاد الجيران وقال لهم: سترون الآن ألعاب الأستاذ كندوس. لكنه فتش عن أرنب فلم يجد. ما العمل؟ وكان لوالده عصفور صغير، فتح باب القفص وأمسك بالعصفور بعناية لئلا يفلت منه، وضع القبعة على الطاولة ورفع العصفور الذي ما زال في يده ليراه الجميع، ثم وضعه في القبعة، وبسرعة وضع فوقها قطعة قماش، ثم لمس القبعة بالعصا مرددا بعض الكلمات التي سمعها من المشعوذ كندوس: شرم برم كدبر كدربرا شرم برم. ورفع فجأة قطعة القماش، وما أن هم بحبل القبعة لكي يقلبها فوجئ بالعصفور يطير في الفضاء. وعندما عاد في المساء والد حازم سأل عن العصفور، فأخبره الأولاد بالقصة، فاستدعى حازم وأنبه، ثم أفهمه أن ما رآه في السيرك لم يكن سحرا، وإنما ألعاب خفية، ألعاب خفة قام بها المشعوذ كندوس بواسطة أماكن خفية في القبعة وفي أكمامه وفي جيوبه، إذ يستطيع أن يخفي فيها ما يريد من أشياء وحيوانات صغيرة. ووعد حازم ألا يقلد أحدا قبل أن يفهم جيدا ما يقوم به. انتبه جيدا زكزك، أولا هكذا ألف الخيط، مرة ثانية هوب أصبح عندي عقدة، اختفت العقدة. مرة ثانية، لم تتعلم زكزك بعد؟ حسنا انتبه هذه المرة، الخيط هنا ثم ألف الخيط هكذا مرة ثانية وهوب أصبح عندي عقدة وحلت العقدة. مرة ثالثة زكزك، ماذا؟ أنت لا تحب ألعاب الخفة، تحب المطالعة. كيف سمر؟ مرة أخرى انتبه جيدا حكمة، ثم هكذا أصبح عندي ماذا؟ عقدة. هوب اختفت العقدة. أيضا مرة أخرى سمر. كلا حكمة. مرة أخرى. لقد تأخرنا، نلتقي فيكم مرة تانية إن شاء الله. إلى اللقاء. إلى اللقاء.